راح احكي بشكل سريع على الكومن things that need to be known in pediatric leukemia. اول شيء راح احكي على اللوكيميا. اخترنا اللوكيميا هي الموست كومن، وهي تكون 30% من البيدياتريك كانسر، يعني نحكي عن ثلث حالات الكانسر هي لوكيميا في الاطفال، فمهم جدا ان نعرف عنها. اذا بنطلع بنشوف كيف الكومن كانسر في الاطفال مقارنه مع الادلت، هي فيري رير انها تكون موجوده في الادلت هاي الكانسر، او انه 0%، يعني ما في في الادلت كومن الكانسرز الموجوده في الاطفال. وبالتالي الادلت اونكولوجيست ما بيعرفوا عن البيدياتريك اونكولوجي. نفس الشيء احنا البيدياتريك اونكولوجي ما تسالونا على الكارسينوما لانها مش موجوده هون. هلا ككوز زي ما حكينا وحكى الدكتوره خضراء انه هو انون، بس اللوكيم بشكل عام اكويرد، وفي ثيوريز محطوطه على الكوزز اوف لوكيميا اللي هي مينلي التريشن اوف جينيتك فاكتورز، زائدا في الكومن انفكشنز اللي بتصير بالاطفال. وراح نشوف هون ستيل يعني التشايلد هود كانسر كانت بي بريفنتد، يعني ما في عندنا بريفنتد كانسر في الاطفال زي ما في الادلت. ممكن تعمل فولو اب للبريست وتشوف اذا ممكن يصير عندنا بريست كانسر او لا. ف يعني من الكومن ثيوريز اللي بنشوفها اللي عن البيدياتريك لوكيميا اللي هو انه بيكون ان يوترو في انيشيتنج ميوتيشن موجوده او بتصير، وعلى الولاده زي ما احنا شايفين 1% من المواليد بيكون عندهم فيرست ميوتيشنز اللي هي بيكونوا هدول سسبتبل يصير عندهم لوكيميا. هلا من ال 1% من المواليد الاطفال 1% منهم بصير عندهم other mutations due to common infection and under development of immunity، وبالتالي بصير عندهم ال ALL. وزي ما احنا شايفين ال age تقريبا بين 2 ل 5 هذا ال average age of pediatric leukemia. هلا حسب limitations اللي موجوده ممكن نعرف احنا من وين بلشت اللوكيميا، في اي ستيج في في الستيم سيل ديفلوبمنت الاريثروبيسيس والمايوبيسيس، وهل هي اي ال ال ولا اي ام ال. زي ما احنا شايفين هون مثلا ترانسلوكيشن 8-21 بيصير في الاي ام ال في المايوبلاست ستيج، فكثير مهم نعرف شو الترانسلوكيشنز، بنقدر نعرف الستيج، بنعرف التايب اوف لوكيميا، وبنعرف نعمل فولو اب لللوكيميا هل في ريسبونس فيش ريسبونس، وكمان بنعرف البروجنوسيس. إذا عرفنا إنه في ترانسلوكيشن زي الفيلادلفيا بنعرف إنه هذا بور بروجنوسيس. وبالتالي هاي الكومن ميوتيشنز المعروفة في الأطفال في الـ ALL بنشوف إنه مثلا 25% من الحالات هي ترانسلوكيشن 12-21. 25% من الحالات يعني ربع الحالات، وهذا جود بروجنوسيس إذا موجود هذا ترانسلوكيشنز. في كمان 25% من الحالات بتكون هايبر ديبلويدي، وهذا كمان جود بروجنوسيس، يعني 50% من الحالات هي هاد ا جود بروجنوسيس. هلا هذول ترانسلوكيشنز ممكن ما يكونوا في جميع البلاست عند المريض، وبالتالي اذا المريض مثلا بري تريتد وذ ستيرويد ممكن انت تشخص انه عنده لوكيميا بس يو كانت ديتكت ذيس ترانسلوكيشنز، وبالتالي بتعرفش البروجنوسيس عند المريض وبتعرفش تعمل له فولو اب. هلا كانسيدنس احنا عارفين انه هو 30% من البيدياتريك كانسر، والبيدياتريك كانسر هي 1 بال10,000، يعني بيطلع كل 100,000 شخص بصير 3 حالات، يعني في فلسطين اذا احنا 5 مليون بده يكون عندنا 150 حاله في السنه. طبعا احنا كمطلع يمكن بيجينا 30-40 حاله، وتقريبا صار حالات كثيره تجينا من المقاصد بسبب البيدياتريك روماتولوجي، لانه في كثير حالات بتيجي بروماتولوجيكال مانيفستيشن. فمش عارف نشكر الدكتوره سيما ولا طيب المهم هلا كبروجنوسيس الكيور ريت في الاي ال ال اكثر من 90%، في الاي ام ال 60-70%. Survival have significant health issues because of the cancer or toxicity of the treatment. هلا احنا بطلنا كثير نركز على البروجنوسيز ك
كأوتكم، لأنه معظم الحالات 96% كيورد، صرنا أكثر إشي نركز على الليت إفكت، نحاول نقلل من التريتمنت حتى نقلل من الليت توكسيسيتي. فكثير لازم الفيزيشنز والأدلت ميديسين كمان يعرفوا هدول الليت إفكت، لأنه ممكن يصيروا بعد 20-30-40 سنة يجيك المريض عنده هيستوري أوف لوكيميا، وبيجيك على عمر 40 سنة عنده أوستوبروسيس أو أوبيسيتي أو كارديوميوباثي أو ليفر توكسيسيتي. This is a late effect of treatment. late effect في البون بانو ترانسبليت أسوأ، أكثر احتمالية أكثر. يعني اللي بأخذوا كيموثيرابي late effect أقل لسه ريسك من اللي بيعملوا بون مارو ترانسبليت، لأنه بتعرض لكيموثيرابي أكثر. هلا في البون مارو ترانسبلانت بيعتمدوا على الكاليتنج ايجنت اللي ممكن تعمل سكندري مالجنسي وانفيرتيليتي، حتى في بعض الاطفال بيجوا يتزوجوا بنلاقيهم ازوسبيرميا. هلا كبرزنتيشن اللوكيميا الموست كومن اللي هو البانسايتوبينيا، والكلنا بنعرف انه بيجينا يا انيميا او ترومبوسايتوبينيا او نيوتروبينيا. احنا لما يكون ايزوليتد انيميا او ترومبوسايتوبينيا بيكون احتماليه اللوكيميا اقل من لما يكون بانسايتوبينيا، فهي كثير لازم نفرق بينها. البرزنتيشن الثاني اللي هو الماسكولوسكيليتال او الروماتولوجيكال مانيفيستيشن، اللي هو تقريبا 30% من حالات اللوكيميا بتجينا باني فورم اوف ماسكولوسكيليتال سيمبتومز، والمينلي بون بين او ليمبينج ريفيوزال تو ووك وباك بين. فهي الحالات عاده بتروح اما على الروماتولوجي او على الاورثوبيديك. فاذا صار في لي دياجنوسيس راح يصير عندنا موربيديتي اعلى مورتيليتي اعلى. عشان هيك اي ماسكولوسكيليتال سيمبتومز سي بي سي شود بي دان، CBC should be done. حتى لو أجاك على العيادة عنده سمبل أرثرالجيا وفكرت أنه مثلا يكون بوست تروما أو فيرال أو إشي، should be done. CBC should be done. لأن أي finding في CBC will raise a suspicion of malignancy. هلا مرات كثير بيكون CBC normal وإذا persistent findings الشغله الوحيده اللي ممكن تعطينا الفايندنج اللي هي الام ار اي. الام ار اي اوف ذا مثلا جوينت او بون بتفرجينا انه في عندنا بون مارو ايديما او انجريز سيجنال فيتشرز في الام ار اي. فمثلا هاي الحاله زي ما احنا شايفين على الريد اروز كيف مبين البون مارو إديميتاس ولونه شوية عبيض أكثر. هلا البرزنتيشن الثالث هو الأورجانوميجالي. الأورجانوميجالي يعني هو هاي الإنسيدنس لكل واحد، قديش نسبة كل واحدة للإنفادينوباثي الهيباتوميجالي سبلينوميجالي فايندكس. بس عادة يعني لما نيجي نحكي على الإنفادينوباثي إيزوليتد الإنفادينوباثي لحالها في عمر مثلا تحت الخمس سنين اذا كان السي بي سي نورمال مش راح تكون لوكيميا، يعني انلايكلي. واللمفوما بتكون اجريسيف بتزيد حجمها بسرعه، والنان هوجكن عاده ما بصيرش تحت الخمس سنين. هلا بالنسبه للسي بي سي زي ما حكينا لازم يكون عندنا كومبايند اكثر ما يكون انه سايتوبينيا تكون ايزوليتد. فمثلا هاي السي بي سي زي ما احنا شايفين الوايت بلاد سيل نورمال، الهيموجلوبين 12.3، البليتلت نورمال 212، بس عنده نيوتروفيل بيرسنت 6.8%، يعني عنده ايزوليتد نيوتروبينيا. يعني ايزوليتد نيوتروبينيا unlikely يكون الكوز كيمياء الا اذا في سيمبتومز ثاني مثلا ماسكولوسكيليتال او هيباتوميجالي او لمفادينوباثي. اما ايزوليتد نيوتروبينيا
ما راح تكون لوكيميا حتى لو معها فيتشرز كود بي ريليتد للنيوتروبينيا نفسها، يكون مثلا بيرسيستنت فيفر مثلا. فاحنا لما ندخل نعمل ديفرنشال دايجنوسيس ما بنحط اللوكيميا كفيرز دايجنوسيس او من الكومن، فبنفكر مثلا في بوست فايرال اوتو اميون سايكليك نيوتروبينيا كوستمان سيندروم، واخر شيء بنفكر في لوكيميا. بس اذا كانت النيوتروبينيا معها والله اريثرايتس، لا بنحط اللوكيميا الفيرست ديفرنشال دايجنوسيس. هلا هاي السي بي سي، في عندنا الوايت نورمال، عندنا الهيموجلوبين نورمال تقريبا، عنده البلاتلت 43، بس عنده النيوتروفيلز البولي مع الباند تقريبا 15.9 يعني 24%. فعنده نيوتروبينيا وعنده ترومبوسايتوبينيا. احنا لما بدنا نطلع على السي بي سي في اللوكيميا ما بنطلع على الوايت، بنطلع على النيوتروفيل، لانه 50% من حالات اللوكيميا الوايت نورمال كتوتال، بس بيكون في نيوتروبينيا. مثلا ناخذ هاي الكيس اللي صارت معنا شويه، كانت تشالنجينج كيس، اللي هي 5 سنين اجت بلمبنج وليج بين ونعطت انالجيزيا وانتيبايوتيك، بعد اسبوعين صار عندها بيرسيستنت، صار عندها ليج سولينج فتحولت على الاورثوبيديك. كان عندها الوايت نورمال، النيوتروفيل كانوا 1500 بوردر لاين نيوتروبينيا، الهيموجلوبين 14، البلاتليت نورمال، السي ار بي والاي اس ار عاليين، فدخلت على الاورثوبيديك، عملوا لها فحوصات، شافوا انه في عندها فلويد في الجوينت، عملوا، لا مش جوزك علاء اللي جنبه، عملوا لها اسبيريشن، طلع شكلك بتعرفيها الحاله، عملوا لها اسبيريشن طلع في ليكوسايتوسيس بس نو بكتيريا. اعطوها فانكومايسين روسفين، تحسنت المريضه، بعد يومين رد عمل فلويد اكيوميليشن، طلبوا الروماتولوجي، الروماتولوجي حكوا هاي شكلها ممكن تكون اكيوت اريثرايتس، حنكمل انتيبايوتيك. طبعا في هنت انه في نيوتروبينيا في البدايه، فلازم الهيماتولوجي كمان يدخل على الموضوع. عملوا اكس راي، كان في سوفت تيشو سويلنج، الام ار اي بين انه في ميتافيزيال انفولفمنت في الابر تيبيا، وانه هاي شخصوها از اكيوت اوستومايلايتس يعني مع ديفيوز ساينوفايتس. لا ما صارش ليكوسايتوس. هلا نشوف، هلا ظلت على انتيبايوتيك، عادوا الاكس راي بين في سيستيك ليجن، بعرفش اذا شايفينها هون سيستيك ليجن شويه، فعملوا اسبيريشن اتحسنت المريضه، بعد الاسبيريشن روحوها على سيفاليكسين. طبعا انتم شايفين النيوتروفيل عم تنزل 660 صارت، الاي اس ار وسي ار بي ستيل بوزيتيف. رجعت كمان مره عملوا كان في رجعت بليفت ليج او هيب بين بعد 3 اسابيع، عملوا ام ار اي للهيبس فيش شيء، السي ار بي والاي اس ار ستيل بوزيتيف، الفيفر سبسايدد، عملوا بايلاترال هيب كان نورمال، الني ام ار اي كان كمان في تحسن، يعني اذا بتقراوا ثيك ريجولار انهانسمنت ات ذا سايت اوف بريفيوس دريننج سايت نورمال هيبس. الاي اس ار ستيل بوزيتيف والسي ار بي بوزيتيف والنيوتروبينيا صحيح، مع انه الفيفر سبسايدد وعلى انتيبايوتيك. هلا قررنا نعمل لها بلاد فيلم، كان في بس نيوتروبينيا ليمفوسايتوسيس، عملنا بون مارو لانه كويري يعني مش مبين شيء، هذا المفروض النورمال بون مارو هيك يبين السيلز، فبين عندها البون مارو هايبوسيلر يعني ما في كم سيلز شايفين الزروق هذول، هذا النورمال بون مارو، وهدول الوايت بلاد سيلز في البون مارو اللي هن ليمفوسايتس او بيشبهن البلاست مش محدد، بس هو البون مارو كسيلز هايبوسيلولر. هلا هيك شكل اللوكيميا، بس مش هذا المريض، بس عشان تشوفوا المقارنه، وهذا مريضنا
على الهاي باور فيلد بين بس تو سيلز، واحده لينفوسايت والثانيه كبيره شويه، فسسبكتد انه هاي ممكن تكون لوكيميا. انبعث بون مارو فلو طلعت بي سيل اي ال بريزنتينج از اوسيومايلايتس، بس كان في هنت انه في نيوتروبينيا. حتى على المورفولوجي كان الدياجنوسيس فيري ديفيكولت. هلا الديزيزز اللي بتشبه اللوكيميا، اهم ثلاث البوست فايرال بون مارو سبريشن اللي بيجونا بانسايتوبينيا. بجوز شفتوا الفتره هاي كثير اطفال عندهم بانسايتوبينيا بوست فايرال انفكشن يتحسنوا لحالهم. فاذا انت شايف المريض كل شيء تمام بس بانسايتوبينيا، ممكن تستنى عليه يعني 1 ويك ويل رايز يعني الوايت بلاد سيل والبليتليت. الاحتمال الثاني اللي هو الاي تي بي، والثالث الروماتولوجي الجوفينال روماتويد ارثرايتس. هلا في دراج انديوسد ابلاستيك انيميا، بس هذول سهل تشخصهم. بس اكثر شيء ممكن نخربط بين البوست فايرال بون مارو سبريشن والروماتولوجي. هاي الكيس اجتنا يعني قبل اسبوعين من غزه، عمره 3 سنين الطفل، وكان عنده اورال بليدنج وهو نايم قبل شهر. فاجى على المستشفى كان الهيموجلوبين 4، الوايت والاي ان سي نورمال، والبليتليت 30,000. هلا شخصوه اي تي بي على اساس انه الانيميا سكندري للبليدنج بسبب الترومبوسايتوبينيا. طبعا الاي تي بي ما بيعمل بليدنج الا سكن، فيري رير اني انا اشوف اي تي بي عامله اكتيف بليدنج، فيري رير الا سكن بروزز او ايكيموسيس. فاعتبروا الانيميا سكندري للثرومبوسايتوبينيا اللي عملت بليدنج، فشخصوا اي تي بي واعطوا مثل بريدنيزون بالس ثيرابي 3 ايام، بلاد ترانسفيوجن. طبعا اخذ بلاد تحسن المريض وروح، والبليتليت ستلت 34، يعني فيش ريسبونس على الستيرويد، ودمه 10. طبعا المريض في النهايه رجع بانيميا كما قبل بعد اسبوع، وتشخص اكيوت لوكيميا. هلا نوع اللوكيميا اللي طلعت اللي هي ام 3، يعني اي ام ال ام 3. هذول اي ام ال 3 البلاست هذول بيعملوا دي اي سي، و30% من الاولاد بموتوا من البليدنج يعني قبل ما تبلش علاج التايم اوف دايجنوسيس. فكان في تاخير في العلاج لحسن الحظ انه المريض ما عمل سي ان اس بليدنج. يعني زي ما نشوف الاي بي ال بلاست سيل اللون الاخضر بيعمل هايبر فايبرينولايسيس وبيعمل دي اي سي. هلا اهم اونكولوجي ايمرجنسيز لازم نعرفها اللي هي الانتيرا ميدياستاينال ماس، الهايبرليكوسيتوسيس والتيومر لايسيس سيندروم. الانتيرا ميدياستاينال ماس بتجينا ب سوبر فينا كيفا سيندروم. حاول انك تعمل دايجنوسيس عن طريق بريفرال بون مارو، ممكن تشخصه ممكن تشخص عن طريق بلورال تابينج. حاول ما تخدر المريض، اذا خدرته راح يحتاج انتوبيشن واي سي يو. الهايبرليكوسيتوسيس دقيقتين الهايبر، انا بدي احكي مع الدكتور نائل بلكي يعطيني 20 دقيقة. الهايبر ليكوسيتوز اذا كان الوايت اكثر من 100,000 اكيد هذا راح يكون لوكيميا على الاكيد. بس كيف بدنا نفرق اذا هذا اي ام ال ولا اي ال ال او سي ام ال؟ طيب هلا في التيومر لايسيس سيندروم انتم بتعرفوا انه بيكون في هايبركاليميا، هايبر فوسفاتيميا، هايبوكالسيميا. هذول بنعرف كيف نعالجهم. بس بالنسبه للهايبر يوريسيميا ممكن نعطي الوبرينول كبروفيلاكسيس، بس اذا اليوريك اسيد عالي الاحسن انه ياخذ اليوريز او الراسبيوريكيز حتى تمنع الرينال فيلر. ففي حاله التيومر لايسيس سيندروم لازم تبلش المريض عندك بالمستشفى على اي في فلويد والوبيورينول. هلا بس في شغله بالهايبرليكوسيتوسيس
انه ممكن المريض واللي بريزنت ويز فاكتيشياس هايبركاليميا، يعني بيجيك البوتاسيوم ممكن يجيك 9 او 8 او 10، يعني مريض اجانا البوتاسيوم 10، بس عيد السي بي سي بهيبريناز سيرينج واعملها على طول بيعطيك الريال بوتاسيوم، بكونش هو عنده هايبركاليميا، بس لانه بصير في السامبل سيل لايسيز وريليز للبوتاسيوم في سي بي سي تيوب. الليكوستاسيس لما يكون ليكوسايتوزيس اكثر من 100,000 وبيعملنا ليكوستاسيس، اهم شيء في هاي الحاله لانه الوايت عالي كثير تعمل اجريسيف هايدريشن عندك، واذا احتاج دم تحاول ما تعطي باكد ار بي سيز، تعطي فراكشنيتد كميه قليله لانه بيعمل مور ليكوستاسيس الباكد ار بي سيز ترانسفيوجن. هلا بالنسبه للسي ام ال اللي بصير بالاطفال، اللي بتفرق عن الاكيوت لوكيميا انه بعندك البليتلت نورمال مش ثرومبوسايتوبينيا، يعني تشوف الوايت 100,000 مستحيل في الاكيوت لوكيميا تكون البليتلت نورمال، لانه ما فيش محل في البون مارو اللي تصنع بليتلت، بس في السي ام ال بيكون كل شيء عالي، البليتلت والايزينوفيلز والمونوسايت، وما بيكون في بلاست وما بيعملوا هدول ليكوستاسيس وفيش خوف منهم، بكون معهم هيوج سبلين واصل تقريبا الرايت الياك فسه. يعني هنا الفرق بين سي ام ال على الشمال نورمال سيلز، في الاكوت لوكيميا كلها بلاست بتعمل ليكوستاسيس. ثانك يو فيري ماتش. يعطيك العافيه دكتور هاني. بدي اسالك، لو صار في ديلي ان ذا دياجنوزز اوف ليوكيميا، ديلي ولد اجاك راح اجا عمل سي بي سي تبع ما تبعش وما صار معه كومبليكيشن من، يعني لا صار معه انفكشن ولا صار معه بليدنج، يعني داز ات افكت ذا تريتمنت ولا ذا بروجنوسيس؟ اذا ليوكيميا تشخصت اليوم ولا ليوكيميا تشخصت بعد سنه وخلال هالسنه ما صار معه كومبليكيشن لا انفكشن ولا بليدنج ولا شيء، از ذير يعني داز ات افكت ذا بروجنوسيس؟ ثانك يو دكتور بسام، يعني سؤال شويه اول مره بنسمع فيه، بس اكيوت لوكيميا هي اكيوت ديزيز، يعني ما راح يعيش اكثر من 6 شهور او 3 شهور بالكثير، يعني اذا بلشت السيمتومز هي ويل داي within 3 to 6 months، اعتقد 3 شهور بكون الولد فيري تايرد من اللوكيميا نفسها، الا اذا كان هو سب لوكيميك ستيج لسه، يعني الوايت لسه ما وصلوا لدرجه انهم يطلعوا يعملوا انفلتريشن للليفر والسبلين سب لوكيميك، يعني هي يعني قبل ما يصير في عندنا انكريز وايت بلاد سيلز ويطلع على البلاد ما بموتوا الا اذا صار سكندري انفكشن. لا كبروجنوسيس ويل نوت افكت ذا اوت كم، يعني تريتمنت.